انا ما قدرتش افهم كيف عايزه يشارك في العمليه دي ويقوم فيها باهم حاجه التسليم. انا مش عارف جنابك كيف تامن له بعد اللي عمله مع مرت شفيق ده، ممكن يخالف الاوامر ويضيعنا في اي لحظه. بدير اسمع زين، اللي عملناه مع عصام شيء مش هين. عصام دلوقتي كيف النمر المجروح هيحاول يأذي اللي ضربه باي طريقه. مصطفى هيجيب نتيجه معاه. اللي تشوفه عمي، مصطفى يعمل اللي تؤمر بيه واحنا كلنا ننفذ اوامرك. خلاص يا بدير اطلع دلوقتي اعمل اللي قلت لك عليه انت ورجاله، ها؟ دعمس في المكان على عيون تبع عصام، اذا لقيت المكان امان طلع الكميه المطلوبه في الميعاد. مصطفى هيبقى قدامكم. يلا ماشي بالاذن، حضر الرجاله علشان الوقت ما يستجناش. يلا دير اوامرك. ابعت لي مصطفى عشان افهمه المطلوب. يلا مفيهاش حاجه. حاضر يا عمي. المسؤولين في الاداره جددوا ثقتهم فيا بعد اللي حصل، وانا بعتبر ده عبء كبير بشيله انا وانت، وفرصه نثبت لهم ان احنا قد الثقه دي وان احنا قد الامكانيات اللي حطيناها تحت ايدينا. انا متاكد ان سيادتك فكرت معاهم في شكل جديد خالص. ده حقيقي يا احمد، احنا هنتغور الفتره اللي جايه دي تماما، هنقوم باعمال روتينيه عاديه جدا، هنسيب رجال الجعفر يتحركوا بمنتهى الحريه زي ما هم عاوزين، وريت يكون عندهم عمليه ولا اتنين ينفذوها بنجاح عشان يحس ان انا صرفت نظر عنهم ويئست. ماهر اوامرك يا فندم. عاوزك توصل اخبار في المديريه بتقول ان انا هسيب الصعيد قريب قوي، وعاوز الاخبار دي توصل بالتحديد لصلاح العرباوي. اطمن يا فندم هتوصل وعمره ما هيشك في مصدرها. الفتره اللي جايه دي يا ماهر هنراقب اهم رجال الجعفر، بدير وعابد وابو النجا ومصطفى وابن شفيق. المراقبه دي هتكون عن طريق عناصر جديده مش معروفه ولا يمكن يحسوا بيها، هتدعمنا بيها الاداره ان شاء الله، واحنا بقى هيبقى دورنا استقبال وفرز المعلومات لحد ما يجي الوقت المناسب اللي هنتدخل فيه بطريقه ما فيهاش احتمال للفشل ولا 1%. يا ألف مرحبا، يا ألف خطوة عزيزة. مرحبا مرحبا يا جعفر. أهلا أهلا. أهلاً. مصطفى العرباوي سلم على منتصر بيه حمد شفيق. أيوة هو اللي يسلم الحاجة لرجالتك. يظهر إن جعفر بيه بيعتمد عليك كتير. أي تكليف من جنابه أمر. والله يا زين ما اخترت، في الغالب هو اللي هيسلمك باقي الدفعات. انت برضو هتديني الكمية على دفعات؟ ايه خايف على فلوسك ولا ايه؟ خاف على فلوسك كيف وهي معاك دي تزيد. بقول يا مصطفى تطلع دلوقتي قابل ابو النجا، ها؟ هتروح مشوار مهم وانتظروا تليفون مني، قول التليفون ده خليه معاك احددكم عليه، ها؟ شوفها كبير. يلا بقول يا منتصر بيه بلاش رجالتك يتحدثوا معاك كتير، اصلا ما بيحبش الكلام ولا مديله اوامر بكده. سعفان ورجب كمان خرص، انا قطع لهم لسانهم. يعني يا جعفر ما تقدرش تديني الكميه كلها اللي لدي؟ ايه انت متوغش ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس اللي لدي عامل لك حفله كبيره قوي بمناسبه اول تعاون بيننا. الحكايه طولت قوي يا شوقي بيه، الجورنال بيتصل بيا وانا مش عارف ارد اقول لهم ايه، كده ممكن يشكوا فيا. يا تبعت لي المواضيع اللي كنت عايز انشرها، يا سيبني انا اظبط اي موضوع عن الانتخابات هناك وابعتها. ما ينفعش يا شوقي بيه ابعت موضوع واقول لهم ما تنزلوش اسم عليه، كده هيشكوا فيا اكتر. يوه بطل زن يا سعد واصبر شويه، قول لهم انك عيان والتعب منعك. طيب سيبني افكر. حاضر ساعد زمن وهتصل بيك. افكر كيف؟ أنا عقلي خلاص استعصى عليه التفكير، كل حاجة بتخرب قدامي وأنا واقف بتفرج، حتى الناس الكبار حسوا إن ظروف اتلخبطت. الوقت بيمر، الانتخابات قربت، وإحنا ما تقدمناش ولا خطوة، ما عارفينش راسنا من رجلينا. طب ما تهمل سعد يبعت للجورنال اللي هو عاوزه. كيف يا جناوي؟ لو عملنا كده هنبوظ كل اللي خططناه مع طلعت، هو اللي لازم يبعت لنا زي ما اتفقنا. طلعت ما يبعتش حاجة، كل الشواهد بتقول كده، عملته مع بدري وحديته بالصعيدي مع ديدي وعدم اتصال الحديد دلوقتي،
ما يقولش غير انه صرف نظر عن كل اتفاقه معاك. عندك حق، لازم اصدق دلوقتي اللي ما كنتش عايز اصدقه. لكن لو طلعت كان ناوي ما ينفذش اللي اتفقنا عليه. كيف دخل جواهم وليه؟ وبيعمل ايه دلوقتي مع جعفر وولده؟ كنتش اتجنن وكشف نفسه ليهم وكشفني معاه. كل شيء جايز. انا بقول ان سعد ينزل موضوع في الجرنال عن الانتخابات ويتحدد فيه عن جعفر نفسه. لو كان طلعت لسه بيعمل باتفاقنا معاه واللي في دماغنا ده اوهام، اكيد الموضوع ده هيجلجه. صح، ولو كان لسه على اتفاقه معاي يبقى اكيد الجرنال هيوصله وهيفهم منه ان دي رساله واضحه مني. انا لازم اتصرف بسرعه وبطريقه ما تخطر لهمش على بال. جبت منين الحديد ده يا بت؟ ما هو ده اللي عايز اقوله لك من الصبح وانت غرقان في النوم ونزلت جري على ابويا. طب بس اكتمي، اياك تفتح خشمك باللي قلتيه لحد ما نروح العزومه ونرجع. انا مش هنطق، لكن انت ناوي على ايه يا بدير؟ ناوي افكر زين في اللي قلتيه. اصل ابوك بيعامل سي مصطفى كانه ولده التاني، يغلط مهما يغلط ولا كانه عمل حاجه، لكن المره دي الحكايه تشقلب المخ. قلتي لي شفتيهم بيتحدثوا هما كيف السمنه على العسل؟ كانه كان في كلام بينهم كتير قبل سابق، ولا الوقت يا بدير بعد الفجر بساعه والسرايا كلها نايمه بتاكل رز مع الملايكه. غريبه جو الحكايه دي. مرحبا 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 يا مراحب يا مراحب يا سيادة النائب. يا شرفت السرايا يا منتصف السرايا. الحباب كلهم متجمعين هناك يا مليك. كل كبار عائلة بركات موجودين لما عرفوا انك انت جاي عشان يرحبوا وعلشان يحيوا. مليك انت عارف ان احنا عائلتنا عائلة كبيرة تفهم في الاصول والواجب. تمام اظن الهدية وصلتك. مبروك عليك. وصلت والله لسه رجالة قايلين لي دلوقتي جعفر انا عارف ان انت كلمتك واحدة ولا يمكن تهدي هدية يا أخوي إلا إذا كان السليمة ومش مغشوش. مغشوشة كيف؟ يا مالي عمرنا ما نتعامل في المغشوش أبدا. أيوة مالي 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 مالي. تفضلوا هواني تفضلوا تفضلوا على جوا. النسوان جاية نسواننا جاية. تفضلوا تفضلوا. أنت يا شفيق خذ راحتك أنت ببيتك. جريه جريه يا جعفر أنت ما حددتش عننا ولا إيه؟ ملا عروستنا فين؟ ايوه عروستنا موجوده بس هي كانت بعافيه شويه. بس ما تقلقش حطلع دلوقتي اناديلها. مرحبا مرحبا. خذوا راحتكم خذوا راحتك. تفضل تفضلوا 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 يا رجاله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه بالنجم. هتقول ايه؟ مش قادره اصدق اللي سمعته ده كده. ما تقوليش ان ده حصل. اخر مره قابلته فيها كان كلامه معايا في منتهى الرقه. انا خلاص قلت لكل ما عارفه ورتبت كل حاجه مع صاحباتي. مريم انا عارف ان انت مجروحه يا بنتي، لكن اعمل لك ايه؟ هي دي الحقيقه. لا لا اكيد في حاجه غلط. الكلام اللي وصل لك مش مظبوط. مريم انا هخليكي تتاكدي بنفسك، بس بعد كده عايزك تمسكي روحك فاهمه؟ عايزك تدوسي على البني ادم ده برجلك بالجزمه قدام كل الناس عشان اشفي غليلي قدامي معايا يا بنتي. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده بعيد عن الوصول. انا مصطفى العرباوي يعني من عيله كبيره. لو العيله عرفت اللي انتوا بتعملوه ده هتقوم حرب تطير فيها رجال. اكسر الشر احسن. مرحبا يا مصطفى. مرحبا يا مصطفى العرباوي. انا جبتك هنا علشان اعلمك الاصول اللي اهلك ما يعرفوش عنها حاجه اصلا.
منتصر بيها نهائي. ما تتحداش كتير واحكي قدام الهانم كنت بتعمل ايه اولت امبارح في مستشفى قوص. مستشفى قوص؟ مين اللي قالك الكلام الماسخ ده؟ الكلام ده انا واثق من اللي نقلهولي زي ما انا واثق من وقفتك قدامي. نيتك كانت كلها غدر وانت حاطط يدك في يدي وبتقرا معايا الفاتحه. كانت نيتك ان انا انسحب للانتخابات علشان بعد كده تفسد خطوبه بنتك من ولدك. متهيجلك انك انت ممكن تطاطي راس عيله بركات وتجلب اول فرحه البت المحزنه. ولدي شفيق مفيش على ذمته حد، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده اللي مأكده للراجل بتاعك مصطفى العرباوي اللي نقل الست الهانم مرت البيه ولدك للمستشفى. مصطفى كلمت معاه فين؟ رجلك عندها جعفر في الحفظ والصون ما كانش يقدر ينكر، لأن اللي استقبله في المستشفى الدكتور عماد نسيب عيلة بركات. كنت عاوز تجوز بنتي لولدك المتجوز واللي مرته حامل يا جعفر. وافرض ده حصل، ايه اللي يعيب شفيق؟ اللي يعيبه يعيبه ان كنت ما قلتوش الحقيقه. يا اخي كنت تقول الحقيقه وسيبنا انا وبنتي نتشاور. كان متهيج لك ان انا حقبل وضع زي ده؟ كان لازم تفكر ميت نوبه ونوبه عشان تطلب يد بنت بركات. بنت بركات البشوات اللي امتلكوا كل البلد واللي انتوا عربوية كنتوا بتشتغلوا عندهم وبجريجة. اقفل خشمك وفعل حد كده. لازم تعرف يا منتصر انك بتغلط اكبر غلط. مفيش حد في الصعيد كله يجرؤ يتكلم مع جعفر العرباء بالشكل ده. لكن حاضرك لانك مفهمش حاجة ومكبر الحكاية زاد عن اللزوم، فهم؟ وانا بقول لك انه ما يشرفناش إن ولدك ينتسب لعيلة بركات. ما هنخرج من غير ما نرد عشان احنا ببيتك يا منتصر. ها؟ وبعدين دينا كلام لوحدين أنا وأنت. ها؟ هتهملنا نخرج في أمان؟ ولا ناوي تغلط أكتر من كده؟ تفضل. لكن لازم تعرف ان احنا بينا وبين بعض حساب طويل لازم نصفيه، وحنصفيه في لجان الانتخابات. نزل لك يا جعفر من بكره كده. فين مصطفى العرباوي؟ قلت لك موجود عندي لحد ما ترجع لي حقك. فلوس اللي عندك وفوقيها البضاعه اللي استلمتها الليله على سبيل التعويض لكسر القلب بنتي. قدامك نص يوم علشان تنفذ اللي بقوله لك، والا حتصرف مع راجلك بطريقه ما تعجبكش. انت بتلعب بالنار يا منتصر يا بركات، بتلعب بالنار. من الاول خالص ما كانش لازم واحد زي ده ممسوح العقل يا عمي يقعد في وسطينا ويعرف اسرارنا وكمان يوقعنا في المصايب. ايه الفقر ده؟ كفايه كبدير، انت طول الطريق ما بطلتش حديد في الحكايه دي. حقك عليا يا نسيبي، نسيت ان احنا ما نقدروش نجيب وسيله مصطفى بيه باي كلمه، وانا هتخلي ليلتنا وايامنا اللي جايه كلها سودي. قلت لك ما تتحدتش معايا بالطريقه دي. الراجل ده ما فيش اي خطوه او كلمه بتطلع منه غير بحسن نيه.